السلام عليكم. إذن هنا نشوف أنه فيه أشغال نتاع توسيعة نتاع الرصيف وهذا شيء جيد. يعني المطلوب احنا واش ماذا بينا انه يكون فيه طريق هنا في المنطقه هذه طريق ساحلي بعرض باربع ارويقه زوج ارويقه في كل اتجاه وبارصفه عريضه بعشر امتار ارصفه ويكون فيه طريق ساحلي يمتد من منطقة الإميرالية إذن ماذا بينا يكون فيه طريق ساحلي يمتد من منطقة الإميرالية إلى حدود عين بنيان إذن بعرض زوج أرويقة في كل اتجاه زائد رصيف عريض ذات 10 أو 12 متر عرض وتكون فيه أشجار وكراسي ولومبادير وكل هذه الأشياء. لازم يكون عندنا طريق ساحلي في هذا المكان لابد ولابد سوف ينقص الضغط على الطريق الساحلي الموجود حاليا على مستوى باب الواد والكتابي. اذا الاضافه طريق ساحلي في المنطقه هذه الى حدود يعني من المنطقه هذه من منطقه الاميراليه باتجاه هنا باتجاه كيطاني الى حدود عين بنيان يكون فيه طريق ساحلي عريض بهذا العرض كما نعاود ناكد بزوج ارويقه في كل اتجاه يعني اربع ارويقه بالاضافه الى رصيف وتكون فيه ما يسمى الباليسترات عريضة باليسترات كما الموجودة في شارع جيروت يوسف تكون باليسترات عريضة بستين أو سبعين سنتيم عرض على جهة الواجهة البحرية ولا سيكوريتي سلامة نتاع المواطنين وتكون فيه دي كيوسك أكشاك وتكون الكورنيش كما ناخذ امثله في كل مدن المتوسط شماله وجنوبه شمال المتوسط او جنوب المتوسط كل مدن ساحليه نجد دي كورنيش مخدومين شابين عراق طوال فيهم اتساع. لابد نقلق هاد لي كورنيش هذويا في المكان هذا في هذا المكان اللي رانا فيه بين الإمارالية الى حدود بلدية عين بنيان على امتداد حوالي 10 او 12 كيلومتر او اكثر يكون طريق ساحلي يسهل الحركة تاع المرور وكذلك يكون فضاء الانسان يقدر يسيكيلي ويدير فوتينغ ويدير كذا وكذا. لابد يكون هذا الطريق ساحلي لانه اهميه كبيره جدا. اذا هذه هي تهيئه حاليا في
منطقة كيطاني باب الواد، وين لاحظ أنه فيه إنشاء رصيف. هنا فيه رصيف، وهذا الرصيف ما عنده حتى فايدة. هنايا الفايدة هي التوسيعة نتاع الساحل، توسيعة نتاع الساحل، نربح أمطار، ماشي أمطار، نربح كيلومترات مربعة على حساب الأمواج تاع البحر، على حساب البحر. لازم نحاول نعمر نردم هذه المنطقة كلها باش نربح مساحات كبيرة جدا قد نستعملها في مشاريع ذات منفعة عامة لسكان مدينة الجزائر العاصمة. واللي نذكر أن سكان مدينة الجزائر العاصمة هم من كل ولايات الوطن يسكنون في الجزائر العاصمة، هذه بالك الناس ما تعرفهاش، لكن السكان تاع مدينة الجزائر العاصمة هم خليط من كل سكان من كل ولايات الوطن، جاءوا على مراحل في فترات، جاءوا سكنوا في الجزائر العاصمة وما زال يجوا من كل ولايات الوطن، هذا لازم الإنسان يعرفها. إذا مدينة الجزائر العاصمة هي مدينة كل الجزائريين. وهنا نشوف تهيئة تاع رصيف تاع ميناء صغير هنا، هذه التهيئات هذه ما عندها حتى فايدة هنا، لأنه المهم تكون عندنا الكورنيش هو ما نحتاجه إلى المدينة تاع الجزائر، تحتاج إلى كورنيش، يعني طريق ساحلي عريض طويل كبير يكون فيها فايدة كبيرة للمشاة ولأصحاب السيارات واللي تسهيل حركة المرور باتجاه الغرب الجزائري تاع غرب تاع مدينة الجزائر، خاصة وأن بالنسبة للغرب تاع الجزائر العاصمة ما فيه لا تراموي ولا مترو. ما عندنا من الجهة الغربية هذه هنا باتجاه عين بنيان ومن باب الواد وروح حتى الطوالي، ما عندنا لا مترو ولا تراموي، لازم يكون طريق ساحلي، هذا أهمية كبيرة، لازم تكون عندهم طريق ساحلي فوق يندار فوق الرشيات، يعني لأن الساحل هذا كله رشيات، فيه رشيات، لازم يكون طريق فوق الرشيات يتبنى، وهذاك الطريق لازم يكون ردم، لازم يتبنى على حساب البحر ويتبنى بالطريقة الردم، تردم كل المساحة هذيك سوف تردم ويكون فيها الطريق الساحلي. وهنا عندنا بتيت بي هنايا، هنا الساحل نفس الشيء، لازم يكون فيه تهيئة مدروسة، لازم الأولويات هو الطريق الساحلي، هذه أولوية الأولويات، وهذا نداء نهضر فيها ونعاود فيها، على بالي راني غير نعاود نتكلم على الموضوع هذا، لأنه الطريق الساحلي هذا بالجهة الغربية هو مهم جدا بالنسبة للحركة تاع المرور، سيساعد حركة فهو فيه فايدة أكثر من ما فيه يعني بليزير ولا يوتيليتي، هي أهم يوتيليتي هي الأهم. إذا فيه ضرورة ملحة لإنشاء هذا الطريق الساحلي. وهنا نشوف إشغال تاع لو كي، هذا هنايا المنطقة هذه لازم كما قلنا إنشاء طريق ساحلي أفضل. وكي نقول طريق ساحلي نقول أرصفة عريضة للمشاة، ونقول كذلك دي كيوسك ومطاعم ومحلات بطريقة جيدة ومنسقة، ويكون فيه كل يعني طريق جاي في وسط حضاري، على كل حال في وسط عمراني في وسط المدينة، يعني هو طريق على المدينة، إذن يكون فيه كل المقومات نتاع الطرق. وانا كما قلت نعاود ناخذ المثال من المدن المتوسطية اللي داروا طرق من هذا النوع،
إذن هذا هو التهيئة على مستوى الكيطاني باب الواد اللي راهي مشات، يعني وصلت إلى حدود طعصور والإميرالية، لكن مازال ما انتهتش لافينيسيون، مازال ما شفناش لافينيسيون، ما على بالناش كيفاش راح تخرج. وهنا رانا في فصل الشتاء، يعني لما فيها غير شويه، فيها شويه امواج، فيها شويه امواج. نشوفوا الحاله كيفاش راهي. إذن هذه هي. على كل حال احنا التهيئه هذه مازال ما بانتش، يعني الشكل النهائي تاعها مازال ما على بالناش كيفاش راح تكون، لكن لاحظ انه فيه اشغال مازالها، يعني فيه بعض التاخير والتماطل في اتمام الاشغال، يعني مش كل الوسائل موضوعة في المشروع هذا، لازم الإنسان يحط لي كما نقول القولقاوري مات لو باكي باش ينتهي من الأشغال هذه. إذن هذه هي الحالة، تبان خروطة، تبان خروطة. تبان خروطة في خروطة. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.